مرحبا. مرحبا. خناقة على ايه المرة دي؟ لا مفيش خناقة ولا حاجة. طيب الحمد لله، اعتبرها هدنة يعني؟ هدنة. ممكن دير بالك على سيدي شوية، بروح غير هدومي وارجع. طبعا تحت امرك، اتفضلي. وقبل ما اتفضل عن جد حابة اعتذر منك على كل اللي صار. لا العفو، ما حصلش حاجة اصلا. روحي شوفي حالك وانا واخد بالي منه، ما تقلقيش. شكرا. العفو، اتفضلي. بتعرف تفرق وشها اهو. يا عم غلبانه، ربنا يعينها عليها فيه. ماشي، طمني التليفون شغال معاك كويس؟ اي حاجه بتقول الو، وكده كده يومين وهيحصل اللي قبله. عايزة تسافر على بلد ثانية؟ مليحة، اسمعيني يا ستي، هاي أرضنا وبلادنا وما منتركها، وين ما منروح دمنا بضل مزروع بترابها، وين ما كنا مرجوعنا إلها، وبالأخير إحنا منضل وهم بيطلعوا. قولي لي يا مليحة، أنتي شو وشو بتضلي؟ فلسطينية. أيوة مليحة، بدك ترجعي؟ نرجع، ما تخاف. منرجع يا ستي. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.